يعود المنتخب المغربي للمشاركة في المونديال ويسجل مشاركته السادسة في تاريخ منافسات كأس العالم، ليعتبر من أكثر المنتخبات العربية مشاركة بجانب المنتخب السعودي والمنتخب التونسي برصيد 5 مشاركات سابقة. ويسعى أسود الأطلس لكتابة التاريخ في هذه البطولة، حيث يقع في مجموعة قوية تضم كل من كندا، بلجيكا وكرواتيا. وشارك المنتخب المغربي لأول مرة في كأس العالم عام 1970 في المكسيك، إذ وقع في مجموعة تضم ألمانيا والبيرو وبلغاريا، وتلقى هزيمة في مبارياته الأولى أمام المنتخب الألماني، ثم خسر أمام البيرو بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل في المباراة الأخيرة 1-1 أمام منتخب بلغاريا ليخرج من دور المجموعات بنقطة واحدة. وسجل أسود الأطلس مشاركتهم الثانية في مونديال المكسيك عام 1986، حيث تعد هي أفضل نسخة شارك فيها المنتخب المغربي، إذ حقق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركته في المونديال بتأهله إلى الدور الثاني بعدما استطاع أن يتصدر مجموعته، وذلك من خلال تحقيق التعادل في مبارتين ضد المنتخبين الإنجليزي والبولندي، والفوز على المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف ليواجه في دور 16 منتخب ألمانيا بطل أوروبا آنذاك، وتلقى هزيمة بنتيجة 1-0 ليخرج من البطولة. كانت المشاركة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 الأسوأ للمغرب في المونديال، بخروجه من دور المجموعات بعد ثلاثة هزائم في مبارياته الثلاثة، الأولى أمام بلجيكا والثانية أمام منتخب السعودية وفي الأخير أمام هولندا. استعاد المنتخب المغربي هيبته في مونديال فرنسا عام 1998، وقدم أداء قويا في دور المجموعات، حيث حقق التعادل أمام النرويج بهدفين لمثلهما، وتلقى هزيمة أمام المنتخب البرازيلي بثلاثية، وفاز على المنتخب الأسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد، لكنه لم يستطع العبور لدور 16. وفي مشاركته الأخيرة في مونديال روسيا عام 2018 استطاع أن يحقق التعادل أمام إسبانيا، ثم تلقى هزيمتين أمام البرتغال وإيران ليخرج من الدور الأول للبطولة.